هكذا يعود الناس هنا في الخوخة لممارسة حياتهم الطبيعية شيئا فشيئا بعد انزياح كابوس ميليشيات الحوثي، فيما تنتشر دوريات من قوات الجيش الوطني لحفظ الأمن في المدينة، إذ باتت عاصمة محافظة الحديدة وثاني أهم ميناء في اليمن على بعد 60 كيلو مترا، وبانتظار التحرير الذي صار أكثر قربا من أي وقت مضى حسب ما تبينه معنويات الجنود المتأهبين للمضي قدما في معركة ربما تشكل منعطفا مفصليا في الحرب الدائرة منذ 3 سنوات. طبعا تمت الهجمة في خلال 3 أيام هذه إلى مدينة الخوخة، وإن شاء الله في خلال الأوقات القليلة هذه سيتم السيطرة على الخط الواصل ما بين تعز إلى الحديدة وقطع الإمدادات على هذه الميليشيات المتحوذة. أسبوع متسارع الأحداث مر على بدء عملية تحرير محافظة الحديدة من سيطرة الإنقلابيين. اتخذت بعده قوات الجيش الوطني والمقاومة مسارين في عملياتها، يتجه المسار الأول شرقا نحو مديرية حيس والمدن الداخلية الموازية لها كزبيد، فيما يتجه الآخر شمالا على ساحل البحر الأحمر صوب مديرية الطحيتة. يأتي ذلك في ظل انهيارات متلاحقة لميليشيا الحوثي تحت ضربات الجيش وطيران التحالف العربي. الآن في أول مديرية من محافظة الحديدة، وسنتجه الآن إلى القراحي والزبيد والاتجاه الحديدة إن شاء الله. بتحرير مدينة الخوخة أولى مدن الحديدة انفرط عقد المدن الساحلية وتقلصت مساحة سيطرة الميليشيا،